البدايه الحمد لله مكسب مهم، وبشكر اللعيبه النهارده على روحهم القتاليه العاليه والتزامهم. يمكن كلنا كنا يعني مضغوطين نتيجه يعني اداء الفرقه الفتره اللي فاتت في الدوري، بتقدم اداء كويس ولكن ما احرزناش ولا هدف في الدوري. النهارده يعني بنحرز هدفين وبتكسب فرقه برده عندها عناصر كويسه وفرقه خطره. اعتقد مكسب مهم بالنسبه لنا هنبني عليه للفتره الجايه ان شاء الله. الحمد لله طبعا الماتش صعب جدا النهارده، كنا محتاجين مكسب حتى معنويا للعيبه. طبعا نعم كاس الطاقه مهمه ودي حاجه وده ماتش مهم، بس احنا كنا محتاجين مكسب للعيبه تاخد ثقه. بنقدم الماتشات اللي فاتت بشكل كويس في الدوري، ثلاث ماتشات بنقدم بشكل كويس جدا، لكن ما كانش فيه توفيق في المكسب. النهارده الحمد لله المكسب ده يدي ثقه للعيبه ان شاء الله في اللي جاي، فتبقى دافعه ان شاء الله للماتشات اللي جايه ان شاء الله باذن الله. فوز مهم جدا للفريق، فوز اعاد الثقه للفريق مره ثانيه. الحمد لله بنكون الفتره ديت الفريق بيلعب مباراه كويسه جدا وما كانش فيه توفيق ان انت تجيب جول وتكسب مباراة. فالحمد لله النهارده قدرنا نحل العقده ديت، واللاعيبه تستاهل حقيقة الفوز انهم ادوا اداء كويس، مش النهارده بس لا بالعكس في مباريات الدوري السابقه. كان ناقصنا بس ان احنا نجيب جول، فالحمد لله اتفكت العقده دي وقدر الفريق يسجل بدل الجول 2، وقدر النهارده يفوز بالمباراه لانه كان يستحق من بدايه المباراه. عاملين مباراه كويسه، فريق منظم ادى شكل كويس، بنقول هارد لك لفريق الداخليه، فريق محترم مع جهاز فني محترم، عملوا مباراه كويسه. لكن احنا كان من بدايه المباراه واضح ان كان في اصرار من اللعيبه ان عايزه تعمل حاجه، ان عايزه تكسب، فالحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نكسب في وقت كان صعب جدا التعويض. والله الحمد لله يعني مكسب مهم في كاس الرابطه بالنسبه لنا احنا، كان لازم نكسب الماتش ده يدينا دفعه ناخد ثقه الفتره الجايه لما نرجع على الدوري. اول ثلاث ماتشات ما كانش فيه توفيق خالص ان احنا نكسب، خدنا نقطه بس ادائنا كان كويس وادينا ثلاث نقط بشكل كويس. كان مهم جدا ان احنا نحاول نسجل اهداف النهارده يدينا ثقه زي ما قلت لك في الماتشات اللي جايه، وباذن الله في الدوري شكلنا يبقى احسن من كده.